هل يجرؤ النظام القطري على تصويب الصواريخ الكيماوية على هذا التجمع القبلي؟ هل يجرؤ بعد تهديد مستشار الأمير القطري للتجمعات القبلية في وقت سابق؟ وأن التجمع القبلي لن يعمل شيئا، لأنه تجمع 10 أو 20 أو 50 ألف رجل أو 200 ألف رجل، فإن قنبلة من الغازات السامة تسحق هذه القبائل كلها بأعدادها وتنتهي من هذا الموقف. في طريقي إليكم شهدت حشود قبائل بني هاجر وقحطان. هذه الحشود التي هددها تنظيم الحمدين بالكيماوي والغازات السامة وتقول: نحن هنا وفي مرمى البصر. إن هذه التهديدات هي سلوك هذه الدولة البوليسية التي اعتنقت الإرهاب عقيدة. كان هذا التجمع بالقرب من الحدود السعودية القطرية، احتشدت فيه قبيلة قحطان احتشادا مهيبا تضامنا مع شيخ شمل قبيلة بني هاجر الشيخ شافي بن ناصر، بعد أن سحب النظام القطري جنسيته تعسفا. قبائل بعيدة عن السياسة، دخل تنظيم الحمدين في السياسة، نزع جنسيات شيوخ القبائل اللي عنده، مثل قبيلة بشريم جنسية بشريم وجنسية شافي بن ناصر بن حمود، هو اللي دخل القبائل في المعترك السياسي. الشيخ شافي ما هو بعدو القطر، وحنا ما حن بعد القطر، حنا عدى تنظيم الحمدين. يتفق مع بن قرملة الشعب القطري المعارض لسياسة نظامه، ومن بين المعارضين أعداد من أسرة آل ثاني، أولئك حضروا اجتماع قحطان للتعبير عن رأيهم الذي ظل مكبوتا لسنين طويلة داخل الدوحة. قطر ليست فندقا يضم شذاذ المرتزقة، بل هي ديرة الأصايل، ديرتكم يا شيخ شافي وجميع الشيوخ والرجال الكرام. اجتماعات القبائل المستمرة تؤكد على أنها تقف جنبا إلى جنب الشعب القطري الذي انتهك نظام الدوحة حقوقه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، كما أنها تعبر عن الإرادة الشعبية الثابتة في وجه السلوك العبثي الذي ينتهجه نظام قطر. أبناء قطر ورجالها الكرام، وهو ما سيكون، وأن غدا لناظره لقريب.